صباح الخير عليكم. اليوم جيت نحكي لكم على كيفاش ربحت 4.5 ملايين في أسبوع بالعمل اللي قمت به. من قبل ما نبدأ نحكي لكم، ما تنسوش ديروا أبوني إلى جيتو جدد، ديروا جام وخليوا لي كومنتار، وما تنسوش تصونيو الجرس باش يلحقكم كل جديد كنحط فيديو على هاد القناة. أولا ما تنسوش شوفوا الفيديو اللي قبل هادي هنا الفوق باش تديو العبرة. والعمل هذا اللي انا نحكي لكم عليه ماشي العمل في شركة أجنبية للاتصالات، ولكن كمنسق موسيقي. قبل ما نحكي لكم كيفاش ديت 4.5 ملايين في أسبوع، نحكي لكم كيفاش لحقت نخدم منسق موسيقي. هي الحكاية بدات في 2009 ملي كنت نروح مع لي كوزان ديالي لاسواري في البلاد، وانايا كنت مع هادوك الناس اللي قعدوا يشوفوا في لو دي جي كيخدم كيفاش يدير لا ترانزيسيون بين غنية وغنية، كيفاش يانيمي الحالة. وهكذاك بديت نتعلم، وكي ولينا كخلصوا لي فاكونس ولينا الجزائر العاصمة، هضرت مع الكوزان ديالي قلت له فوالا ثم دابيا نولي دي جي نخدم، مي الماتريال غالي شوية. قال لي معليش، قال لي تقدر تتعلم في الدار، دير جون بليزير. قال لي نجيب لك واحد اللوجيسيال اللي هو فيرتوال دي جي. جاب لي فيرتوال دي جي، عاود تيشارجيت كاع الغنى اللي كنا نسمعو في لاسواغي، وعاود لاسواغي اليدونتيك برك سون لانيماسيون. قلت بعتها له، شحال جبتهم؟ عقل بالعقل وليت نخدم هكذاك، نجيب غنى جداد نعاود نلو ميكسي. من بعد وليت امي مع كاكو دي جي في الانترنت، نبعت لهم لي ميكس ديالي، ينصحوني واش نزيد واش ننقص، كيفاش ندير لا ترانزيسيون، كيفاش نحسب لي بيت اي تو سا. من بعد ديسيديت نشري الماتريال. 3 سنين ما ديتش لا بونسيون ديالي، 3 سنين وانا نخبي في الدراهم. لا بونسيون تاع لي زونديكابي هذاك الوقت كانت 300,000 في الشهر، دونك 3 سنين دبرت نقولوكش 12 مليون ولا ميم با. شريت لي باف، شريت طاب دو ميكساج و لامبليفيكاتور. من بعد شريت ان اورديناتور، تسلفت دراهم شريت ان بيسي بورتابل اللي بديت نخدم به. بديت نخدم العراس لي زانيفيرسير لا فامي غراتويتمون. من بعد خدمت عرس خال صاحبي، انت مخلصت 500,000. كانت اون سواري دو 9h دو سوار لمينوي، هذا ما كان. دونك كانت اون بال اكسبيريونس، كان عرس ميكس، جي بيان ميكسي، الناس عجبهم الحالة تو سا. من بعد ماتت الحالة باسكو لي عيط لي قول لي اسكو عندك دي جي مرا، اسكو عندك دي جي مرا. وانا حوست ندخل معايا طفله، مي ما لقيتش الله اعلم. دونك بديت نفقد الامل، حتى وين جا عندي ولد عمتي. ولد عمتي هذا يخدم مع الرابطه تاع كره السله للمراهقين، يخدم مع لي زونديكابي. قال لي اسكو سا تانتيغاس تجي تخدم لنا لا كوب دافريك تاع اوندي باسكت. قلت له افيك بليزير. قلت له وقتاش؟ قال لي فوالا، قال لي هي في اكتوبر، كانت في اكتوبر 2017. قال لي عندك جوست، قال لي فوالا نعطيك البلدان اللي رايحين يجيو تيليشارجي لي زيم ناسيونال ديالهم. فوالا نهار من قبل رحنا للصطاد، كان في سطاوالي. قال لي فوالا، قال لي هنايا، قال لي نعطيك عقدية، قال لي هنا لازم تجي ساعة قبل ما تبدا الشامبيونا. الشامبيونا كانت تبدا 9 تاع الصباح، قال لي لازم 8 تاع الصباح تكون هنا. قال لي باش تفيريفي الماتريال ديالك، تشعل الماتريال، تسيي لي باف، تسيي طاب دو ميكساج، تسيي لومبلي. قال لي تشوف، قال لي لا خصك حاجة راح تشريها، قال لي باش ما يصاوبلكش المشاكل. ديجا في هذا الأمر تعلمت لا ريغور، تعلمت نكون دائما ريغورو في الخدمة ديالي. و تاني شي غدوة من داك عاودنا ولينا، قال لي فوالا، قال لي يعطيوك شومبرا دوك في الأوتيل، تبات هنا. قال لي باش ما تجيش جاي ورايح.
قليت مثلا انا في الوتال قلي باش تجيك سهلة قلي تهبط من الوتال والوتال المهدي لاصق مع الصطاد هذا. anyway بدينا الخدمة برمي جور غير هبطت 8 تاع الصباح قال لي فوالا قال لي يعني شافيك اليوم قال لهم جايين لي نيجيريون قال لي دبر راسك اش تهضر معاهم قال لي عيط لهم اسمع لهم لي من الناسيونال ديالهم شوفي لا هذاك هو اللهم بارك الا ماشي هذاك هو قول لهم يعطيوه لك في فلاش ديسك وعاود عاود تيشارجي في لابديماتور ديالك كيما كان الحال جور جو مي سوي ديبروي باسكو نهضر انا اونجلي او ما لا بلي با ميس الكواش اونجلي بيان بيان بيان. خدمت سمانه واقعين ثمان ايام كانت عندي شومبرا في لوتال ناكل ونشرب وزيد خالص كان معايا بابا ديال بابا كانوا يخلصوني 500,000 لا جورني كانت البركة الحمد لله جي بيان ترافاي كانت اكسبيريونس ملتم في سبور بداو يعيطوني موراها خدمت جول بول شامبيون دافريك من بعد شامبيون دالجيري جول بول من بعد وليت نخدم في لي فينال تاع باسكت نورمال لا دانيير فوا وين خدمت داروا مجمع تاع لي زونسيان دو باسكت سيتي لو 1 نوفمبر 2018 ولا 2019 جو مي سوفيان با مي جور كانت اكسبيريونس مليحه تما بداو يعرفوني وليت نخدم لي كونفيرونس جور اي حاجه تابعه للرياضه مي من بعد بديت نطلع في البري وليت ديموندي مليون لا جورني وين خدمت كاين وين خدمت 8 ايام بديت 8 ملايين بار اكزومبل مي انا وعلاش حبست وليت نخدم اوطون كو كونسيي كليون نعاودو ندورو نعاودو نوليو لهاد الحكايه تاع كونسيي كليون باسكو سيتي با ستابل كنت نخدم خطره في شهرين خطره في 4 شهور خطره في 6 شهور دونك سيتي با ستابل سي بور سا جي ديسيدي نولي نخدم حاجة ستابل على بالي بلي المدخول ديالي ستابل فوالا دونك إلا عجبتكم الحكاية هادي ما تنساوش تشاركوها مع الأصدقاء ديالكم إلا راكو جدد على القناة ديرو أبوني جام وصوني ولا كلوش باش هكذا يلحق لكم كل جديد على بالي بلي هاد القناة تاع خصيصة للرحلات للمعاقين مي أنا حاب نحكي لكم رحلتي في حياتي اللي بديت المعيشة ديالي العملية هو على اليوتيوب هكذا باش نستنفعوا انا وياكم اذا انت معاق ولا انت معاقة وتخدمي وراك حابة تحقي حلم خلي لي كومونتير لتحت واذا انت ولا انت عندك اخ ولا اخت ولا ابن عم ولا ابن خال ومعاق ودار حاجة في حياته خليوا لي كومونتير احكيوا لي حياته احكيوا لي حكايته ان شاء الله نديو العبرة ونستنفعوا كاع باسكو الله غالب حنا في الجزائر المعاق مسكين محقور ودايرين في بالهم بلي ما يقدر يدير والو هي اعاقة كما يقول واحد في الانترنت سي جوست ان دودان لازم تعرف كش تطلع فوق وتعاود تهبط فوق وتكمل طريقك هيا السلام عليكم وان شاء الله في الفيديو الجاية ندير لكم فيديو على التنقل في تركيا لاني رحت لتركيا وشحال تسقى منك سلام.